تخلي التجاعيد سلينا ليه؟ ليه بدي خلي؟ لأنه حلو الإنسان ربنا عطيه أول شيء صورة الله عليه، تاني شيء خلق له مراحل بحياته. حلو كل مرحلة تعيشيها هي زيتها. طب إذا المرأة بدها تعمل تجميل لترضي زوجها اللي عم يتطلع بالمذيعة وبالفنانة احترامي للرجال يعني ليه بدي أرضيه؟ أنا مين حضرته؟ هو بده يكون الملك وأنا مش برأيي أمرك أنا اللي بتريد وبعمل لك إيه. لا فشر مش برأيي كثير. لا 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 حقوق الرجل نحن على فكرة لا ساعة الرجال بردون إذا ما بده يتقبلني بكبره معناتها 60 سنة و70 يوم عليه. داليا أنت بتعمل تجميل لنفسك نفسك ولا للرجل؟ لا والله أنا للرجل يعني نفسي أنا أشوف شيء مثلا ما عاجبني أنا أروح أسوي يعني مو الرجل أو بعدين كلش قاسية على الرجال حضرتك والله قاسية على الرجال قاسية ما تحبيهم لا مش قاسية على الرجال أنا بحترم الرجل كثير عنده ثقة بحاله إي عندي ثقة بحالي إذا الرجال ما بده يتقبلني هيك بس ليه؟ طيب بس أنت يعني؟ بس أنت قلتي إنه أكو شيء مضايقني إذا أنا لما أشوف شيء أكو شيء مضايقني لا تلومي شو اللي مضايقني؟ أنا مش التجاعيد، مضايقني البوش هولي أيوة. بضايقوا النظر كمان. إذن كل إنسان طيب بينعمل لهم تجميل بينعمل لهم إيه فيني أعمل لهم إذا بدي بس عم بتقول لك داليا إنه أنت إذا مرتاحة ماشي الحال، هي منا مرتاحة بدك تتقبليها إنه هي كمان منا مرتاحة أنا مش ضدها هي أيوة. أنا ضد كل إنسان بيعمل عملية تجميل أوفر أنت بغير شكله كانت أحلى بتشوفيها كانت أحلى بلا تجميل إيه أنا أحلى بكثير ليه؟ أنعم نعمة عن جد نعمة أول شيء ربنا خلقها مين بحدد الجمال نسبة؟ منخارة متناسق مع خدودها مع شفافة كل شيء في تناسق كان أكثر بس الجمال منه نسبة يعني ممكن أنا استحليكي غيري لا ونفس الشيء أنت تشوفيني حلوة غيرك بس لا. أنا ما بهمني أنا سوري يعني مع احترامي للكل إن كان نسوان أو رجال يستحلوني هيك أو غيري أنا في كتير ناس بس عم بيعرفوني بغني شو نصحاني بقول لهم شفتوا عادي عادي بالنسبة لي ما بزعل ولا بنجرح حتى بس إيه نصحاني شو وين المشكلة يعني داليا خاصة المرة بس تصير بالمونوبوز بدها كمان بغير جسمها كمان بس تاني شيء إذا صدرة وحدة في رجال مثلا يي صدرك صار مشطشط مدري شو إنه إذا يعني ما خلفت لك 90 ولد ومرضعتهم شو بدك اياها تضل مجوهره برافو عليك برافو عليك هيدا هيدا الرجل اللي بحبك كيف ما كنت باي عمر بتجاعيدك انا خدت قبله ايه انا يعني اكبر من جوزي بسنتين هي في جزء من المشكله بمجتمعاتنا انه المراه بتروح تركض على التجميل مش بس لترضي حالها لا ترضي الرجل غسان الرجل اللي بيطلق بيطلب كثير من المراه يعني في رجال بكون قاعده عم تتطلع بفنانه اعلاميه اللي هي بقول لها تفضلي طلعي بقارن بين زوجته اللي عم تتعب وتبلولي والمره هالايام عم تطلب من الرجال يعني اذا شوي ناصح بتقول له عمول لايبوسكشن ايميل دبل تشين زراعة شعرك زراعة الشعر سوري هي بارت من عمليه التجميل هي فيري ترندي هذا العصر ان احنا فيه رجال طبعا هن اوتوماتيك انا اذا ماي بوي فريند ولا زوجي عنده دبل تشين بقول روح ايما ما بحبها الرجال هلا بهالايام هو لحاله بيطلع بحاله بيروح بيتمرن بياكل صحي واساسا نحن اذا يعني الله يحميكم طياره رايحه طياره راجعه من تركيا زرع شعر هو ما بتعرف اذا بنفكر اذا بنفكر فيها قبل ما نلجا للعمليات التجميل اذا بنفكر فيها للي ما لنا بحاجه لها الا اذا في شيء مثل ما قلت انا مضطر الواحد إذا يعمله اذا انت اقرا هيدا يعني ضروره خليني بس كمل خليني كمل النقطه يعني بس يلا فينا نعالج كل هالقصص على عمر صغير مثل ما اذا بتطلعي بغسان يغزل العين عنه قد عمرك غسان 45 سنه كانه عمره باخر يعني 30ات 35 بيعمل رياضه بيهتم بصحته بيهتم باكله كل الاشياء اللي فينا نعملها فينا نهتم بشكلنا بدون ما حتى نروح نعمل عمليات ونكسر ونغير ستراكشر ولا بتزغر لك منخارك الاكل ولا بتطلع لك شعر بس تصغير المنخار ما بيزغرك بالعمر يعني كمان تصغير الانف ما بيزغر بالعمر تكبير الخدود ما بيزغر بالعمر احيانا بيلعب ضد العمر كل الدراسات بتقول انه كل العالم بيسوي منخارهم صار عندهم بوزيتيف سيلف استيم سايكولوجيك صار عندهم ثقه بالنفس عاليه بس دافع عالم ما زبطوا عمليه ايه مثلا بنفس الوقت بس كمان بمقلب اخر بغير الشخصيه يعني تجميل المنخار هو كثير موضوع بس حساس بس كل الدراسات بتقول انه ثلاث ارباعهم بتغيروا للاحسن مش للاسوء اول شيء بده يعمل ايحاء لنفسه الانسان يتقبل نفسه مثل ما هو انت متسرحه بس المجتمع سلينا بجعد شو ما كان سلينا اذا المجتمع هو اللي عامل عليك الضغط والسوشيال ميديا عامل عليك
ولا الضغط والتلفزيون أنا. والانستغرام مع احترامي للكل انه حاطت لك صوره معينه بتشبه كان. خلينا نقول جيجي بشعرها بجسمها بحواجبها بتمها هيدي هي الصوره النمطيه اليوم الانسان اذا كبر بالعمر وكان حلو قديما بتقولي هيدي كانت ايه من الجمال لو كان في تجاعيد ببين الجمال عليها بعد بضلك في ملامح بتحسسك انه هيدي كانت حلوه بايامها مش ضروري تروح تتغير هلا انتو مع احترامي لرايكم يعني كل انسان عنده راي بس اول شيء الانسان بيعالج نفسه هو انه انا بتقبل نفسي مثل ما انا ساعتها بطلع من هذا بيعالج نفسه مزوج غسان انا مطلق كنت توافق انه زوجتك تعمل تجميل ما عملت تجميل ابدا هلا انا ما بعتبر ما احترام يعني انا ما بعتبر البوتوكس تجميل بوتوكس هي ماده بتفوت على العصب بتشده صح انا عم بحكي عن تجميل اللي هو اللي عم تعتدي على شكلك على الجينات تبعك برايك داليا عم تعتدي على لا شكل داليا. لا ما علي احكي الحقيقه اول شيء داليا يا ريت كل الصبايا ناعمين مثلها بس في طلاق كمان ورا هالقصه هي عن جد داليا اوكي انا راح اعترف رابعه بتتضايق مني داليا ايه بتضايق اوكي انا راح احكي كيا بصراحه مبسطه بسيطه خفيفه داليا انت شوي اوفر سبتي يعني كثير زدتي يعني كان مثل ما قالت قبل شوي جنان انه ان بتوين انه اوكي ما بدنا شكلك بس هلا بلغتي كثير اوكي انا بعتبرك بس انت لما يقعد معك الشخص اكيد حيحس بنفسيتك وجمالك الداخلي اوكي فهيدا ما خصه بس ما هون انا برايي المصيبه الكبيره بمجتمعاتنا عم بتشوفي كيف في شباب عم تغير بشكل عم تعمل مرأة هون المصيبه هون الإجرام بحق الإنسانية بقولوا لك هيدي حرية لا شخصية لا 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 إحنا مجتمع شرقي وين رايحين أنتم بأوروبا استحوا يعملوا هاي أنا هلا تقبلت داليا مش مقبل الرجال يعمل مر منظر مرة كمان هيدي حرية شخصية لا أنت بقبل عم تقبل وحدة شو بتنظر لهم أنت عم تقبل عندي تعليق بس صغير يا تقبل يا ما تقبل أول شيء البوتوكس والفيلر هن التجميل كمان لأن اليوم نحن فينا نغير بشكلنا بالبوتوكس والفيلر يعني وانس انت عملت بوتوكس او فيلر او هيدول القصص يعني عملت تجميل لان انا اليوم في غير شكل عيني بالفيلر في انا عامل جو لاين قبل عملته فيلر لان ما بدي اعمل عمليه مثلا غير شكلي بدي اشوف كيف لا شوف انا كيف بيطلع اوكي ورجعوا راحوا بس انا غيرت بشكلي يعني انا بس عملت الجو لاين فاذا البوتوكس والفيلر هن تجميل هن تقنيات تجميليه وليس عمليات هن اذا بدك ذكاء انه انت تقدري تغيري بحالك بطريقه انه تقدر ترجع على شكلك الطبيعي كيف كان يعني بحال ما عجبك بعد 6 أشهر 7 أشهر هن مواد بيروحوا مش عم بتكسري عظم او فانا برايي انه لازم يكون في ذكاء بالموضوع هن كلهم تجميل لازم يكون في ذكاء بالموضوع كيف نعرف البرودكت اللي عم بفوت على جسمنا كيف عم ينحط وين عم ينحط مزبوط والكوانتيتيز والكميات شغلة تانية على قصة تغيير الشكل والجناس الرجال يعملوا بنات والبنات يعملوا رجال مثل ما هو عنده الحرية يعمل هيدا الشيء أنت عندك الحرية يكون هيدا الشخص بحياتك أو ما يكون بحق له يرفضه أو يقبله كمان ما بحق له يكون أجرسيف بحق له يرفضه بينه وبين حاله ببيته بس يكون أجرسيف يطلع أنا على الهواء يقول على هيدا القصص أنا ما عم بشتمه لا أنا بعتبر هيدا الشيء شو غسان لا مش نحن لازم نحافظ على مجتمعنا الشرقي نحن لبنان بلد عربي شو بيقول مجتمعنا الشرقي مجتمعنا الشرقي في ديانات يعني هن عم بيعملوا تجميل يعني بيير عمل شعر هيدا على العربي المشاب رح يصطفل بحاله يصطفل بحياته لا هيدا تجميل هيدا التجميل لك وين وصلنا التجميل لنيجي نحكم على انسان هو حر بحاله بشكل صح او غلط عم تحكي جورج عن الفيلرز والبوتوكس اللي هن تقنيات تجميليه بحسنوا كثير ولكن احيانا ممكن يكونوا 6 أشهر معروف هيدا الشيء ولكن في مواد شوهت ناس في مواد هي دائمه ووصلت ناس لمشاكل نفسيه وصحيه ما بتخلص